بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية زيارة المستشفى في حلم البنت العزباء. فتعبر رؤية البنت العزباء داخل مستشفى في الحلم وتفحص الأطباء لها عن تجاوز العديد من المحن أو الأزمات التي تعترض طريقها، وإن أقبلت البنت العزباء على زيارة أحد الأشخاص المقربين منها داخل المستشفى في الحلم، فإن هذا يشير إلى انشغال بالها وتفكيرها في الواقع بذلك الشخص وحبها له. وقد تعبر أيضا رؤية وجود أحد الأشخاص المقربين من البنت العزباء داخل المستشفى عن قوة العلاقات التي تجمع فيما بينها وبينه في الواقع، وعلو منزلتها لديه، بالإضافة إلى احتياجه للدعم والمساندة من قبلها نتيجة لمرور بعض الأزمات والمشاكل في حياته. وإن وجدت البنت العزباء أنها تمر على المستشفى وترى بأعينها المرضى، فإن هذه الرؤية تدل على ضرورة تجنب الأخطاء الماضية والسابقة التي وقعت فيها. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.